تعالى بقى نشوف مع بعض. الأول لما تضع من كل كلمة معلومة هنا، مصنع ينتج المصابيح دي مفيش فيها أي حاجة. تبين أنه من كل عشر مصابيح يوجد مصباح واحد تالف، هيبقى دايما نسبة التالف هتساوي 1/10، تساوي 1/10، لأن لما بيقول لك من كل 10 مصابيح يوجد مصباح تالف، يبقى لام هتساوي 1/10. طب وبقى في نفس الوقت في عندنا حاجة اسمها ميم. إذا كان نسبة التالف 1/10، وإحنا بنقول ذو الحدين، يبقى مام ميم نسبة السليم تساوي 1 ناقص 1/10، لأنك تعرف إن مجموع الاحتمالات تساوي 1 صحيح. يعني التالف والسليم على بعض مجموعهم مع بعضهم يساوي 1 صحيح، فأنت عارف الكلام ده. يبقى لام ميم نسبة السليم هتساوي 1 ناقص 1/10 هتساوي 9/10. يا أخي واحد صاحبك بيقول لك أنا حاجة أذاكر معاك النهاردة باحتمال 1/10، يبقى احتمال ما يجيش يذاكر معاك كام؟ 9/10. وبعدين بيقول لي سحبت عينة من 3 مصابيح، يبقى نون هتساوي 3، حيث نون ليها حجم العينة. طب ومال؟ بيقول لي احسب احتمال مصباح تالف واحد، يعني ر تساوي، يبقى و ر تساوي 1، لأن أنا عايز احتمال وجود مصباح واحد تالف باستخدام توزيع ذو الحدين. طيب ما احنا لسه قايلين حل اهو. توزيع ذو الحدين عبارة عن ايه؟ هقول لك اهو، نون قاف ر في لام اس ر في ميم اس نون ناقص ر، تمام. طيب يبقى احتمال ر تساوي 1، يبقى انا الكلام ده هشيل اي واحد يقابلني واحط مكانها ايه، اي ر تقابلني واحط مكانها 1، يبقى معنى الكلام ده هيساوي نون، احنا قلنا نون حجم العينة. طب حجم العينة عندي كام؟ 3، يبقى 3 قاف، قلنا ر اللي مطلوبة في السؤال ده بواحد، في لام أس ر، لام احنا قلنا لام اللي هي نسبة التالف تساوي 1/10، يبقى 1/10 أس كام؟ أس 1، في ميم اللي هي نسبة السليم اللي هي 9/10، أس نون ناقص ر، يعني أس 3 ناقص 1، ما هي أس 3 ناقص 1، تمام. يبقى احتمال ر تساوي 1 هيساوي 3 قاف 1 في التوافيق ب3، لما تيجي تقول ان سي ار 3 ان سي ار 1 هتدي لك 3 في 1/10، ما هي دي انت عارف اللي هي عباره عن ايه، 3 ان سي ار عندك في الاله الحاسبه حاجه اسمها ان سي ار 1، هتدي لك كام؟ 3. طيب والقاف اللي هي التوفيق زي ما اتفقنا، في 1/10 اس 1 ب1/10، في 9/10 اس 2، لان 3 ناقص 1 يعني اس 2، هذا الكلام هيساوي 3 في 1/10 في 81%، لان 9/10 في 9/10 في نفسها هتديني 81%، هذا الكلام هيساوي 3 في 1/10 في 81% هيساوي 243 من 1000. دي أول مطلوب. تعال نشوف مع بعض بقى احتمال سحب 2 مصباح تالف. احنا شفنا دلوقتي احتمال سحب مصباح تالف 243 من 1000. تعال ما نشوف احتمال سحب 2 مصباح تالف هتبقى بكام؟ طيب احتمال سحب 2 مصباح تالف، المعطيات هي هي، خد بالك ما اتغيرتش، المعطيات هي هي، ما فيش حاجة اتغيرت فيها. طيب هنيجي مع بعض نقول احتمال سحب 2 مصباح تالف، احتمال سحب بدل وجود مصباح تالف 2 مصباح تالف. اذا كل اللي اتغير هنا عندي هيبقى كل ده موجود، لام نسبة التالف 1/10، ميم نسبة السليم 9/10، نون ب3، العينة زي ما هي مفيش حاجة اتغيرت، ر بدل 1 هتبقى ر بكام؟ ب2، بس ادي كل التغيير. يبقى احتمال سحب 2 مصباح تالف لما كان مصباح واحد تالف كانت ر ب1، الوقت احتمال سحب 2 مصباح تالف، احتمال سحب 2 مصباح تالف، 2 مصباح تالف اهي بعملها اهي 2 مصباح تالف، يبقى هي هتبقى ر هتساوي 2، يبقى احتمال ر تساوي 2 هيساوي نون قاف ر، هطبق قانون تاني، في لام اس ر في ميم اس نون ناقص ر. طيب يبقى احتمال هيساوي نون ب3
هي ما بتتغيرش، النون دايما اللي هي عدد الوحدات العينة اللي هي 3 مصابيح ما بتتغيرش. 3 قاف احنا قلنا بتاعة التوفيق، القاف توفيق اللي هي ان سي ار في الآلة الحاسبة عندك، ان سي ار 3 قاف 2 لان الر هنا بقت بكام؟ ب2. في 1/10 اللي هي نسبة التالف اس 2 لان الر ب2. في 9/10، 9/10 اس 3 ناقص 2 اللي هي اس كام؟ اس 1، لان النون ناقص ر، النون ب3 والر هنا ب2، يبقى 3 ناقص 2 اللي هي ب1. اهي اوريها لك اهي، 3 النون ب3 ناقص ر بكام؟ ب2 هنا. طب ما 3 ناقص 2 بكام؟ ب1، يبقى 9/10 اس 1، يبقى 9/10 اس 1 اهي، 9/10 اس 1. طب ما خلص دي، ما انا عارف ان 3 ان سي ار 2 عباره عن 3، عباره عن 3 ب2 على 2 في 1، ما هي برضه هي نفسها 3 قاف 1 يعني ب3. عايز تعملها يدا وبايدك، اذا كنت عايز التوفيق بتعمل كده يا سيدي، تنزل تضرب اللي فوق في نفسها تنازلي بعدد مرات اللي تحت، يعني 3 في 2 لانه عدد مرات، هيبقى كده كام؟ رقمين اهم، تبدا من اللي فوق وتضربها في نفسها تنازلي بعدد مرات اللي تحت اللي هم 2، على اللي تحت توصلها لواحد صح ضرب، يبقى 2 في 1. طب ما دي ما بترمع دي، يبقى هي 3 قاف 2 هي نفسها 3 قاف 1 اللي هي 3، يبقى هي هنا هتبقى 3 اهي، هتبقى 3. في 1/10 اس 2 كانك بتقول 1/10 في 1/10، طب ما دي هتبقى ب1/100، ما هي كانها مضروبه في نفسها، 1/10 تربيع يبقى 1/100. في 9/10 اس 1 هي بتفضل 9/10. طب الكلام ده هيبقى عباره عن كام؟ 27/1000، هيبقى ب27/1000. يبقى ده احتمال سحب 2 مصباح تالف، يبقى احتمال سحب مصباح واحد تالف طلعت ب243/1000، عايزين نسجل الارقام دي، 243/1000، واحتمال سحب 2 مصباح تالف طلعت ب27/1000، واخد بالك؟ تعالى بقى اما نشوف مع بعض احتمال سحب 3 مصباح تالف، الطلب الثالث، هنقول احتمال سحب 3 مصباح تالف، احتمال سحب المطلوب الثالث 3 مصباح تالف في العينة. طب هنا هتبقى ر بكام؟ كل اللي هيتغير، اللام هي ما بتتغيرش، الميم هي ما بتتغيرش، النون ب3، النون اللي هي العينة، العينة من نون. الر هنا هتبقى ب3 لأن هو ده المطلوب في السؤال، ر الاحتمال المطلوب في السؤال، بيقول لك هنا المرة دي احتمال سحب 3 مصباح تالف، يبقى ر هتساوي كام؟ 3، هشتغل، يبقى أنا بقولها وجود 3 مصباح تالف. طيب، يبقى ر احتمال ر تساوي 3 هيساوي 3، او خليك اكتب القانون برضو عشان تبقى عارف، اول منقف ر في لام اس ر في ميم اس نون ناقص ر، تمام، يبقى يساوي النون ب3 ما بتتغيرش، قاف 3 لان ال ر المره دي ب3، احتمال ر تساوي 3، في اللام ب1/10 ما بتتغيرش اس 3، في الميم برضو ب9/10 ما بتتغيرش اس 3 ناقص 3 يعني اس 0، ما هو نون ناقص ر النون ب3، بص كده معايا، ما هو نون ناقص ر هنقولها نون ناقص ر، طب ما هي النون ب3 والر بكام؟ ب3 لان احتمال احنا بنقول الر تساوي كام؟ 3، يبقى 3 ناقص 3 يبقى بكام؟ ب0 اهي، يبقى 3 ناقص 3 هتبقى بايه؟ ب0. طب ما فيك الكلام ده، 3 قاف 3، 3 لما تعملها بالآلة الحاسبة 3 ان سي ار 3 هتدي لك 1، خلاص لما تعملها بالآلة، لكن لو عايز تعملها بإيدك زي ما اتفقنا، اضرب اللي فوق في نفسها تنازلي بعدد مرات اللي تحت، اضرب اللي فوق تنازلي بعدد مرات اللي تحت، يعني 3 في 2 في 1، واللي تحت وصلها للواحد الصح ضرب، اللي تحت وصلها للواحد الصح ضرب، ده التوفيق، اللي فوق اضربه في عدد تنازلي، اللي فوق تضربه في نفسه تنازلي، يعني 3 في 2 بعدد مرات اللي تحت، يبقى 3 في 2 في 1 اهو، 3 ضربيات اهو، ضربيه 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 3، واللي تحت وصلها للواحد الصح ضرب، يعني 3 في 2 في 1، وصلتها من 3 وصلتها لواحد ضرب. طب ما الكلام ده عباره عن ايه؟ ما هو كنت 3 قاف 1، 3 قاف 3 تديني 1، لان انا عارف في التوفيق ان 3 قاف 1 هتبقى اهي، 3 قاف 3
هتساوي واحد في واحد من عشرة أس تلاتة، يعني واحد صفر صفر علامة، لأنك أنت بتضرب الواحد من عشرة في واحد من عشرة في واحد من عشرة، تضربه بنفسه ثلاث مرات، الواحد من عشرة في واحد من عشرة في واحد، هيدي لك المنظر ده، واحد صفرين علامة. اعملها بالآلة الحاسبة هتلاقيها تطلع بالشكل ده. طيب تسعة من عشرة أس صفر، أي رقم في الرياضة، أي رقم أس صفر يساوي واحد، أي رقم أس صفر يساوي واحد، س أس صفر تساوي واحد، 25% أس صفر تساوي واحد، ربع أس صفر يساوي واحد، وهكذا، أي رقم في الرياضة أس صفر بيساوي واحد. طيب يبقى أنا هنا هقول تسعة من عشرة أس صفر تساوي واحد، يبقى الكلام ده يساوي واحد من ألف. يبقى ده احتمال سحب ثلاثة لمبات تلفة. يبقى هلخص ثاني الكلمتين اللي احنا قلناهم في اللي فات، تعالى ما نلخصهم مع بعضنا. احنا قلنا ان احتمال ر تساوي واحد طلع معايا ب 243 من 1000، تمام؟ بس واحتمال ر تساوي 2 طلع معايا ب 27 من 1000، واحتمال ر تساوي 3 طلع معايا بكام؟ بواحد من ألف. مش احنا طلعناه واحد من ألف، واحد في واحد من ألف في تسعة من عشرة الصفر بواحد، طلع بواحد من ألف. طيب الوقت بقى لما اجي اقول لك كده، انت ما عندك الثلاث معطيات خلاص انتهينا منه، وما عدناش هنحسب عمليات حسابيه تانية ولا حاجه، احنا هنعمل ايه بقى؟ هنيجي نطلب الطلب رقم أربعة، احتمال سحب مصباح تالف، بس خد بالك من الحته اللي جايه دي، على الاقل. على الاقل المصباح تالف، انا بقول لك انت معاك طبق فيه ثلاث تفاحات منهم واحده على الاقل بايظه، طب انت هتفسرها لي تقول لي ايه؟ يا اما واحده بايظه، يا اما اتنين بايظين، يا اما ثلاثه بايظين. ما هو واحده على الاقل تفاحه بايظه من الثلاثه على الاقل، يبقى يا اما تفاحه واحده بايظه او تفاحتين بايظين او ثلاث تفاحات بايظين. يبقى اما هنقول كده تساوي احتمال ر اكبر من او تساوي واحد، اكبر من او تساوي واحد، هتساوي احتمال ر تساوي واحد زائد احتمال ر تساوي اتنين زائد احتمال ر تساوي تلاتة، لان انت بتقول لي ر بتزيد عن واحد، يعني احتمال ر احتمال ان انت تسحب. طيب يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده احتمال ر تساوي واحد هيبقى 243 من 1000. احتمال ر بتساوي واحد اهي، خلينا اكتبها لك تحتها، هتساوي 243 من 1000 زائد احتمال ر تساوي 2 بكام؟ ما انت قايل ب 27 من 1000، 27 من 1000 زائد احتمال ر تساوي 3 اللي هي بكام؟ ب 1 من 1000 يساوي. يبقى سيادتك هتخلص الكلام ده مع بعضه، 243 من 1000 زائد 27 من 1000 زائد 1 من 1000، يبقى هنا هتقول اهي، نعملها بالآلة الحاسبة، بسرعة، 243 من 1000 اوكي. هنقول كده مع بعض اهو، هنستعمل الآلة الحاسبة ونحسبها، 243 من 1000 2 علامة 2 4 3 زائد علامة 0 2 7 زائد الرقم الثالث علامة 0 0 1 علامة 0 0 1 هيساوي، الكلام ده هيساوي كام؟ 271 من 1000، هيبقى يساوي 271 من 1000. خلاص ماشي، يطبع ب 271. طب ما اجي اقول لك بقى احتمال سحب، افرض بقول لك احتمال سحب مصباح تلف على الاقل، افرض قلت لك احتمال سحب مصباح تلف على الاكثر،
شلت لك كلمة على الأقل دي وحطيت مكانها احتمال سحب مصباح تالف على الأكثر، على الأكثر، على الأكثر. المرة دي بقول لك أنت عندك 3 تفاحات بطلب في طبق، بالكتير في تفاحتين بايظين، بالكتير في تفاحتين بايظين. احتمال سحب 2 مصباح تالف. انا عايز ايه؟ مصباح تالف على الاكثر. اقول مصباح تالف على الاكثر. احتمال دلوقتي انت عندك الوقت، انت عندك مصباح تالف على الاكثر. كويس، كويس قوي. طب عشان نحسب مصباح تالف على الاكثر، انا لما اجي اقول لك طبق، معاك طبق فيه 3 تفاحات، بالكتير بالكتير في تفاحه بايظه، يبقى يا اما في تفاحه بايظه يا ما فيش تفاح بايظ خالص. يبقى احتمال ر اصغر من او تساوي 1، اهي احتمال ر يا اما 1 يا اما اقل من 1 هيساوي احتمال ر تساوي 0 زائد احتمال ر تساوي 1. الا طب ما نجيبها، احتمال ر تساوي 0 بكام؟ تتحسب. واحتمال ر تساوي 1، ما احنا عندنا، ما احنا حاسبينها قبل كده ب 243 من 1000. يبقى انا ناقصني احتمال ر تساوي 0، هحسب احتمال ر تساوي 0 بنفس الطريقة، هيساوي 3 ق 0 في 1 من 10 أس 0 في 9 من 10 أس 3 بقى، لأن 3 ناقص 0 تديني كام؟ 3. يبقى 3 ق 0 بكام؟ ن ق 0 بواحد عموما، يعني أي رقم قف صفر يديني 1، في أي رقم أس 0 زي ما اتفقنا يطلع بواحد، في 9 من 10 أس 3، 9 في 9 في 9 ب 729 من 1000. يعني 9 باور 3، هنشوفها مع بعض كده، 9 باور 3 بوينت 9 في بوينت 9 في بوينت 9 هيساوي 729 من 1000. يبقى هذا الكلام هيبقى ب 729 من 1000. طيب ده احتمال ر تساوي 0، ده هيبقى احتمال ر تساوي 0 ب 729 من 1000. هقول اهو ر 0، هعملها هنا معلش، ر تساوي 0 هتساوي 729 من 1000. طب يا حبيبي انت عندك دلوقتي ره بواحد وره بصفر، تبقى انا عندي لما اجي احسب بقى هنا احتمال سحب مسمار مصباح تالف على الاكثر، يعني هقول هيبقى بالمنظر ده كده، احتمال ره تساوي صفر زائد احتمال ره تساوي 1. يبقى طب الره بصفر اللي هو عباره عن ايه؟ 729 من 1000 زائد احتمال ره تساوي 1 اللي هو عباره عن 243 من 1000 اللي انا حاسبه قبل كده، حسبته اول خطوه اللي انا مسحتها. يبقى 9 3 2 1 على 2 3 3 4 7 7 و2 9، يبقى كله على بعضه ب 972 من 1000. دي كان توزيع نظرية ذو الحدين. وخد بالك من حتة على الأقل وعلى الأكثر. على الأقل يبقى أنت بتطلع لغاية سقفك، السقف بتاعك العينة، حجم العينة. على الأكثر يبقى أنت بتنزل لغاية الصفر. زي ما بقول لك لما أجي أقول لك إيه احتمال وجود انت في طبق فيه 3 تفاحات فيهم واحدة على الأقل بايظة، يعني معناها يا واحدة بايظة أو الاتنين بايظين أو التلاتة بايظين، أو دي في الاحتمالات بتبقى زائد، أو في الاحتمالات كلمة أو بنحولها لزائد زي ما أنت شفت معايا كده. بس احتمال على الأكثر مصباح تالف على الأكثر، أو احتمال تفاحة واحدة في ال3 تفاحات بالكتير تفاحة بايظة، يبقى معناها إيه؟ يا إما في تفاحة بايظة يا اما مفيش تفاح بايظ خالص. لما يكون بالكتير واحده بايظه، يا اما في تفاحه بايظه يا اما مفيش خالص. يبقى احتمال ريت تساوي 0 زي ما عملنا زائد احتمال ريت تساوي 1. حسبنا احتمال ريت تساوي 0 ب 729 من 1000، وضفنا عليها احتمال ريت تساوي 1 243، يبقى طلع لي احتمال ريت اقل من او تساوي 1 تساوي كام؟ 972. شكرا لحضراتكم، الف شكر.